ما الذي يحدث في مجتمعاتنا العربية الإسلامية؟ خطر كبير يحيط بأولادنا. الإعلام، الشركات، المؤسسات، كلهم يعملون من أجل انتشار هذه الفاحشة الرذيلة بين الأجيال القادمة. إذا تركتم أولادكم يشاهدون هذه البرامج سيصبحون مثل مودة وسارة ومثل فاد ونانز. بالتأكيد لا تريد أن ترى أولادك في مكان هؤلاء، ستكون صدمة عمرك حينها. لا تأتي بعد 15 سنة أو 20 سنة لتبكي على أبنائك الذين انحرفوا بسبب إهمالك وعدم مراقبة المحتوى الذي يتلقونه. فتيات سعوديات من عائلات صالحة تركوا كل شيء خلفهم وهربوا ليعيشوا حياة قوم لوط في أوروبا حيث يسمح بذلك. لقد تحولوا للإلحاد، تركوا الدين والوطن. كيف سيطرت هذه البرامج على عقولهم لهذه الدرجة؟ لابد أنكم تتساءلون من هؤلاء وما قصتهم. هؤلاء كانوا مثل كل الفتيات يعيشن حياة عادية قبل أن يصدمن عائلاتهم والمجتمع العربي كله بتحولهم لمثليات، حيث أقامت سارة علاقة مع مودة بينما أقام نانز علاقة مع فاد، ثم هربوا إلى أوروبا. ويبقى السؤال، ما هي هذه البرامج الخطيرة؟ لكن قبل ذلك لنعرف قصة مودة وسارة ونانز وفاد، تابعونا حتى النهاية. هل بتقعدوا بتفكروا مع بعض ليه ما بيتم قبولكم، ليه ما تم تقبلكم؟ فكرتوا وشو السبب؟ أكيد يعني نفكر كثير، نحس بالقهر، لكن احنا عارفين يعني الأسباب، يعني لأنه كمجتمع، يعني أول شيء كمجتمع ذكوري قبل ما يكون مجتمع مسلم، كمجتمع ذكوري ما بيتقبل أنه المرأة تكون حرة في جسدها، حرة في تفكيرها. وثاني شيء إن هو مجتمع مسلم، يعني كون أنه محرم دينيا هذا الشيء يشكل يعني تابو حتى أنك تتحدث عنه. يعني وكعائلتنا أنها ما تتقبل المختلفين عنها أصلا، يعني ما تحب، ما تتقبل الاختلاف بصفة عامة. يعني عارفة أنه بلدي بلد إسلامية متشددة، وأنه أنا مستحيل يعني حيتقبلوني المجتمع أبداً، أنا عارفة هذا الشيء، وفكرنا بهذا الشيء كثير وحاولنا قد ما نقدر أن إحنا نستقر في السعودية مع بعض، بس إحنا عارفين أنه ما حيصير، مستحيل، يعني حنتحارب من المجتمع ومن الأهل ومن كله. يعني أثار برنامج تلفزيوني ألماني ناطق باللغة العربية جدلاً عارماً بعرض قصة شاذتين قبل وبعد خروجهما من المملكة العربية السعودية، حيث تعيشان الآن في ألمانيا. عبر برنامج جعفر توك، واستضاف الصحفي ومقدم البرامج جعفر عبد الكريم الذي يطل على قناة السعوديتين سارة ومودة. مودة 32 عاماً، مثلية جنسية من مكة، وقعت في حب سارة 32 عاماً، مثلية من جدة، حيث اضطرتا إلى إخفاء قصة حبهما في السعودية، لكنهما اليوم تعيشان قصة حبهما بحرية في ألمانيا. عام 2016 تعرفت مودة وسارة على بعضهما البعض عن طريق صديق مشترك في السعودية، لكن إعلان قصة حبهما كانت مستحيلاً في بلدهما حسب قولهما. وكانت مودة تعمل في خدمة أرقام الطوارئ بالشرطة السعودية في مكة، فيما كان لدى سارة وظيفة إدارية بإحدى الجامعات في جدة. وقالت مودة إن والدها كان متشدد دينياً ويمنعها من الخروج من المنزل إلا للذهاب لعملها، فكانت تضطر سارة للسفر أسبوعياً لمكة للقاء حبيبتها مودة في أوقات تغيب والد مودة عن المنزل، وكانت تضطر للاختباء عندما يظهر والد مودة بالبيت. اضطرار مودة وسارة لإخفاء علاقتهما كان يضغط عليهما، حيث انتظرت مودة وسارة 3 سنوات حتى يتمكنا من ترك السعودية سويا. في حزيران عام 2019 ذهبت مودة مع عائلتها في رحلة سياحية إلى ماليزيا، وهناك ادعت في أحد الأيام أنها مريضة حتى لا تخرج من غرفتها، ثم ذهبت للمطار وحجزت طائرة متجهة إلى تونس عبر ترانزيت في ألمانيا. وعند وصولها إلى ألمانيا طلبت اللجوء ولحقتها سارة بعد شهر،
وقد حصلتا اليوم على لجوء في ألمانيا، إضافة إلى مساعدات مالية حكومية شهرياً ب800 يورو. مرعب، أليس كذلك؟ تخيل أن تربي أولادك بسنوات عديدة حتى يصلوا لسن الرشد لتتفاجأ أنهم من أتباع قوم لوط. لقد ضاعت كل تلك السنوات هباءً. ستشعر بالعار والخزي، ربما ستتمنى أنك لم تتزوج ولم تنجب، لكن كما يقال فالوقاية أفضل من العلاج. لهذا عليك أن تقوم بمراقبة ما يصل لأطفالك من مواد إعلامية، ومنها تلك البرامج التي سنخبركم بها في نهاية الفيديو. لكن قبل ذلك لنتعرف على قصة نانز وفاد أيضاً، حيث استضافهما نفس الصحفي في برنامجه وعرفهما بأسماء مستعارة، وهي فاد ونانز. وانظروا كيف يهتم الإعلام بهذه الفئة في محاولة لتشجيع فتيات وشبان آخرين على القيام بنفس الخطوة. ووفق ما ذكر في الحلقة، فإن نانز اكتشفت في فترة المراهقة أنها مثلية الجنس، وفي عام 2017 تعرفت على فاد عبر تطبيق سناب شات في السعودية، وبعد أن التقيتا أكثر من مرة وقعتا في الحب، غير أنهن لم يستطعن الإفصاح عن علاقتهن العاطفية في السعودية. وأصاب عائلة نانز الشك حول ميولها الجنسية لابنتهم في عام 2019 بعد رفضها عروض الزواج المتكررة، حتى جاء إسقاط نظام الولاية الذي منحهن القدرة على مغادرة السعودية، فسافرتا دون علم أهلهما إلى إنجلترا في تموز 2019. وهناك طلبن حق اللجوء مباشرة، وفور وصولهن للندن أعلنتا مثليتهما عبر السوشيال ميديا، الأمر الذي دفع والدة نانز للتبرؤ منها. أما أسرة فاد فعلى الرغم من عدم تقبلها لمثليتها إلا أنها بقيت على تواصل معها. وحصلت المثليتان على حق إقامة لخمس سنوات الذي تحصلان بموجبه على معونة اجتماعية حوالي 400 دولار شهريا. وعرض البرنامج مقطعا مصورا لهما بمناسبة عيد الحب، عبرتا فيه لبعضهما البعض عن حبهما. وتعتبر العلاقات الجنسية المثلية فكرة متطرفة من قبل السلطات في المملكة العربية السعودية، ويعاقب عليها بالإعدام بموجب تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية. في ديسمبر كانون الأول الماضي أطلقت أستراليا سراح اثنين من الصحفيين المثليين الذين اعتقلوا بعد أن حاولوا طلب اللجوء بعد فرارهم من السعودية. يذكر أنه لا توجد في السعودية قوانين مكتوبة خاصة بالتوجه الجنسي، لكن القضاة يستخدمون مبادئ الشريعة الإسلامية لمعاقبة المشتبه بممارستهم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ومنهم المثليين. الآن لنأتي لهذه البرامج الخطيرة، والتي لا بد من أن أطفالك قد سبق لهم أن شاهدوها ولو لمرة واحدة. الكرتون الأول هو كرتون شهير جدا، فيه أكثر من 10 مواسم ومكون من 200 حلقة، واسمه وقت المغامرة. هذا الكرتون الخطير جدا ويعرض على قناة أخطر
اسمها كرتون نتورك. هذا الكرتون مليء بالرسائل الخطيرة جدا، لكن ما يهمنا هو دعوته للشذوذ والمثلية، حيث عرضت لقطات صادمة من بينها تقبيل أميرة العلكة لمارسلين. شاهدوا معنا هذه اللقطة. هناك كرتون آخر اسمه شي إير وأميرات القوة، هذا أخطر بكثير من الأول. يكفي أن نتفليكس هي من أنتجته. قد يقول البعض هذا لن يعرض على القنوات المفتوحة، فقط من لديه حساب نتفليكس سيشاهده. قد يكون كلامك صحيح نسبيا، لكن دعنا نحذرك أن اليوتيوب مليء لحلقات هذا الكرتون، وأغلب الأطفال اليوم قادرون على الوصول للإنترنت بسهولة. الكرتون الثالث هو خطير أيضا ومليء بالإيحاءات الجنسية باختلافها، ولم يخلو من دعم المثلية. وهناك مشهد لشخصيتين تقبلان بعضهما، وهذا فقط قليل من كثير. عزيز المشاهد، أيها الأب، أيتها الأم، تحملوا مسؤولية أبنائكم. هناك قناتين خرجتا لدعم المثلية علنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم موجودتين في كل بيت عربي تقريبا. تعرفون عن ماذا نتحدث؟ قناة NBC3 وقناة كارتون نتورك. أغلب برامجهم وأفلامهم تحتوي على رسائل خطيرة لا تترك أطفالك ينحرفون بحجة الترفيه عنهم. فكل أفلام ومسلسلات الكرتون أصبحت خطيرة، لا تأتي بعد 15 سنة أو 20 سنة لتبكي على أبنائك الذين انحرفوا بسبب إهمالك وعدم مراقبة المحتوى الذي يتلقونه. ولا تستمع لمن يقول لك المثلية أمر طبيعي ويولد مع الإنسان. لو كان طبيعي لماذا يروجون له ويحاولون أن يزرعوه بين الأطفال؟ على سبيل المثال، في بعض المدارس في أمريكا قالوا للأطفال إن لكم الحق في اختيار ميولكم الجنسي. بل لماذا لم تكن المثلية منتشرة بهذا الشكل الكبير قبل 30 أو 40 سنة؟ إذن هي خطة ممنهجة لتدمير أطفالكم. إذا تزوج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، فمن سيلد لنا من يعمر الأرض في المستقبل؟ فكروا بذكاء وستكتشفون مخططاتهم. مشاهدين الكرام، لا تنسوا إبداء آراءكم في التعليقات. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.